شوية ضحك زي العسل والله، وربنا يخلي لنا الزمالك وما يحرمناش منه. أقسم بالله صنع البسمة مع النادي الأهلي بالظبط، هو ده الزمالك اللي إحنا نعرفه، هو ده. ماتش ماتشين التاني خسر على طول. يعني أنا كان نفسي نحافظ على الروح الوطنية اللي صنعها منتخب مصر بين الأهلاوية والزملكاوية لحد ماتش السنغال، بس بصراحة يعني الواحد كمية ضحك غير طبيعية يا جدعان والله. يعني بنفرح بصراحة، أنا كواحد أهلاوي بفرح بهزيمة الزمالك. يعني الزمالك لو كان فاز النهاردة كان صعد للمركز الأول، ده حاجة طبيعية جدا. يعني محدش يقول إن الأهلاوية يشجعوا الكلام ده، مفيش خالص. إحنا الأهلاوية نفرح، نفرح بهزيمة الزملكاوية، ده لازم، ده المنافس بتاعي، فده مفيش فيها حاجة. وبصراحة كارتيرو والهاني سليمان يهدوا سموحة أغلى 3 نقاط، واحمد سامي مدرب من الكبار. كارتيرون بصراحه عمل كل حاجه ان الزمالك يخسر النهارده. يعني احمد سامي فشل فشل ذريع في استغلال اخطاء كارتيرون في الشوط الاول، والدفع ب9 لاعيبه على التشكيله الاساسيه في الشوط الاول. طبعا ما شفناش كره خالص، كره واحده هدف ملغي لاوباما في الدقيقه 25، هي دي الفرصه الوحيده في الشوط الاول. واحمد سامي نجح عبر الطرف اليمين والطرف الشمال ان هو يقفل على كل مفاتيح لعب نادي الزمالك. اللي قدر، اللي حاول كارتيرون ان هو يخترق من العمق عبر شيكابالا اللي كان بيمسك الكرة احيان وبيدخل من العمق، بيعدي من واحد واتنين عشان يحاول ان هو يلاقي تسديدة او اي حاجة يعملها. بس طبعا دفاع سموحة كان واقف صح جدا، واحمد سامي عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. الشوط الاول خلص مفيش هجمات مفيش فرص، ماتش ميت خالص. سموحة عامل اللي هو عايزه، وطول ما النتيجة 0-0 واحمد سامي مرتاح وزي الفل، والنتيجة ما تزعلش حد. كارتيرون اخد اللعيبة وادالهم غش، يعني دش جامد، كان نفسي اشوف الدش ده في الملعب. وحاول ان هو يجري بعد التغييرات، لان طبعا اللعيبة زي ما احنا كنا شايفين كانت ميتة في أرض الملعب، وما كانش فيه أي أداء ولا روح ولا قتال ولا أي حاجة. نزول إمام عاشور بدل أوباما اللي طلب التغيير في نهاية، قبل نهاية الشوط الأول. بعدها على طول شفنا الزمالك في أكتر من فرصة حاول إن هو يحرز أول أهدافه، وحاول إن هو يضغط بكل خطوطه، وشفنا فعلا نشاط ملحوظ وأداء كويس من لعيبة الزمالك في أول 10 دقايق من الشوط الثاني. بس خلي بالك معايا، نرفع القبعة للهاني سليمان. ليه بقى؟ لأن ده حارس واقف شايف الملعب ومركز، وقدر إن هو يتصدى لكورة واتنين وتلاتة. أول كرة كانت من رأسية سيسي، قدر إن هو يلمسها بأطراف أصابعه ويتصدى الهاني سليمان والقائم لأول فرصة وأول هجمة وأول خطورة في المباراة لصالح نادي الزمالك. بعدها من كرة داخل منطقة الجزاء اللي بتوصل لكابتن شيكابالا اللي بيستلمها بطريقة ممتازة، وتصويبة وتألق برضه الهاني سليمان. الدنيا مش ماشية، كارتيرون حاول إن هو يعمل تنشيط أكتر من كده، قدر ان هو ينزل زيزو. زيزو وبمجرد نزول زيزو تمريرة سحرية لسيسي، ولكن السد العالي موجود، السد المانع موجود، الهاني سليمان يتصدى للمرة الثالثة عن مرمى. بترجع الكرة هنا، احمد سامي قرر ان هو يشارك كارتيرون في التغييرات. نزول صديق كلابا، قدر بدون ضغط من مدافعي نادي الزمالك والراجل لوحده في نص الملعب، قدر ان هو يصوب تصويبه صاروخيه فشل عواد في التعامل معاه. شفنا الهاني سليمان كوره مره واثنين وثلاثه، الراجل متالق زي الفل. الكوره التسديده دي بتاعت عواد كانت صعبه جدا، وفشل عواد ان هو يتعامل معاه. خلاص ما عادش في حاجه نبكي عليها، كارتيرون قرر اشراك بن شرقي وقرر اشراك التونسي سيف الدين الجزير. خلاص الراجل مغلوب 1-0، وحتى عايز يحاول ان هو يدرك التعادل. الزمالك فعلا ضغط بكل خطوطه، وكان في خطوره كبيره في الوقت ده لصالح نادي الزمالك، الا ان دفاع سموحه كان مستيقظ جدا. الهجمات الخطيره عن طريق الهجمات المرتده لنادي سموحه عن طريق سيلا وعبد الكريم كانت خطيره جدا مع صديق كلابا، وقدر سيلا ان هو يحصل على ضربه جزاء مستحقه،
وقدر عبد الكريم ان هو يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 75 لصالح نادي سموحه عشان تكون النتيجه 2-0. حاول بعد كده كارترون ان هو يخرج شيكابالا يعمل ضغط هجومي، ولكن سموحه اخذ اللي هو عايزه من الماتش بسبب اخطاء كارترون. انا مش عارف كارترون ليه كان مقعد واحد زي احمد فتوح النهارده ديك. احمد فتوح احسن باك شمال مصري وراجل جابها لوحده، وشفنا الاداء الرائع اللي قدمه مع منتخب مصر. مش عارف ليه بيلعب عبد الله جمعه في الجبهه اليمين، يعني بصراحه انا مش عارف. كارترون ويتحمل هزيمه نادي الزمالك النهارده، والحمد لله ان الزمالك خسر، ويا رب دايما يا زمالك. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واكتب لي كومنت قول لي فيه رايك، سواء الفيديو ان كان عجبك او ما عجبكش.